انت عملتي ده قرف. معلش يا اختي. ها اخبط اخبط بس خلاص كده خلصين. اولا هي قال لي اعمل لك احسن من مامتك كده. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مقلب على حماتي، يعني مامت ياسمين. يا لهوي يا جماعه، مش متخيله رد فعلها هيبقى ايه، لان احنا هنعمل فيها مقلب قوي جدا. انا قلت لها يا ماما انا عامله حلويات هنديه، ومفروض ان بقى اول ما افضل هيدوقها مش هتعجبه وهيتخانق معايا وهيعمل مشكله كبيره. أيوة. فهنشوف بقى لما هنتخانق، ماما هتقف في صف بنتها ولا في صف جوز بنتها. ده كل حاجه تمثيل يا جماعه، مفيش علاقه من حقيقي. الكاميرا الصغنونه دي هنخبيها هنا في الجنب كده. احنا معانا الكاميرا الرئيسيه بتسجل الفيديو اللي احنا قايلين لماما ان احنا هنصوره طبعا، ودي بقى كاميرا عشان لو الكاميرا الرئيسيه فصلت، وهنقعد هنا وكل حاجه تمام. السلام عليكم يا جماعه، النهارده انا عملت حلويات هندي وماما معايا، وافضل معايا هيجربوها. اول حاجه ده تقيل قوي، ده مش زي احنا بعمل كده. ما احنا مختلفين، نحن نختلف عن الاخر. طب ده تقيل قوي ياسمين، بصي تقيل قوي. طب دوق. طيب ده مش لبن اصلا، ده زي رز باللبن. ده زي رز باللبن. احنا عندنا لبن بالمكسرات. انت بتضحك للدرجه دي يعني؟ انت عملتي ده؟ مش ده مش لبن بالمكسرات؟ لا طلع ايه مكسرات باللبن؟ طب وريني كده دو. انت عملتي ده قرف. حرام عليك تقول على نعمة ربنا قرف اصلا. لا لا ده مش زي مامتي خالص. لا اكيد مش زي مامتي خالص. مفيش مقارنة، انا هبقى الفيصل بقى. ماشي. لا بس هي قال لي ايه؟ اولا هي قال لي اعمل لك احسن من مامتك كده. وانت كل حاجه سلام. تقول لي احسن من مامتك ازاي؟ احسن من مامتك دي سمعت مامتك اصلا، هي هتعملها ازاي؟ وانت كل حاجه احسن من مامتك. بسم الله. بصراحه انت فاكره انا عملت اخر مره؟ مامتك دوقته لي لما كانت هنا. هو مختلف بس ده مش وحش. لا وحش. لا بالنسبه لو بقارن بمامتك يبقى وحش. لا لا يا ماما مش وحش يا ماما، حرام بجد. بص اديله كام؟ 6 من 10. لا 0 من 10. صفر يا مفتري. طب عشان تعبها. طيب طب هي عايزه تخدمك. انا بقالي ساعه واقفه من المطبخ، قلت هعملك عشان رمشه اتصلت بيك وقالت لك هو ياسمين ما عملتلكش شير خرمه النهارده. مش عاجبني. مش عاجبني للدرجه دي؟ خلاص بقى مش تاكل. خلاص خلاص ما تاكلوش. سيبنا من المنتج الهندي ده ونروح نشوف حاجه مصري. اتفقنا؟ ماشي. بلاش المنتج. لا هو كل شويه يقول لي منصور، كل شويه يقول لي طب الفيديو. لا اقفل الكاميرا، اقفل الكاميرا عشان مش عايز اصور. مش عايز اصور خلاص. ليه؟ طب انت قلت لي ايه؟ انت قلت لي اعمل لك اكتر احسن من مامتك ليه؟ يا عم هي حاولت تعمل. يا رب ده عايز اقفل الكاميرا. هي حاولت تعمل. ليه بس كده؟ ليه؟ دلوقتي انت طب انت قلت لي ليه؟ ليه انت قلت لي اعمل لك؟ هي حاولت يا ام. ماشي بس ده مش خلاص. طب انت عايز اكل مامتك قوي، كل ما اعمل له حاجه يا ماما يقول لي ماما بتعملها احلى. ماما طبيعي. بتعملها احلى. طبيعي ماما دي عارفه بتطبخ بقالها كام سنه. لا روح عند ماما احسن. بطلوا بقى الطريقه دي انتوا الصغيرين. ماشي هروح. رايحين اصلا النهارده؟ حاجز النهارده. روح انت، انا مش عايزه اروح. قلت لك احنا عشان انا بتعب وبعدين في الاخر تقول لي خلاص روح هناك كل الاكل الهندي وتعالى هنا مش هعمل لك اكل هندي تاني خالص. هنروح بعد رمضان. مش عايزه اروح خلاص. يا افضل هي زعلانه. هي زعلانه دلوقتي. انت دلوقتي لما بتلاقي حد بيتعلم. بس انا عايز اروح عشان انا وحشني هند. عشان هتروح احنا بنتكلم دلوقتي. لا انا مش عايزه اروح. انا وحشني. انا بقى فكرت ان انا مش عايزه اروح، ولا عايزه اروح الشهر ده ولا اللي جاي ولا اللي بعده، عشان مش عايزه ولا اروح في الصيف ولا عايزه اروح في المطر. روح انت بقى لوحدك. كل مره تتخانق معايا كده على الاكل برضو. ايوه انت ما عملتيش حاجه يا افضل. على فكره هي ما عملتش برياني في العيد. هي مش بتعمل برياني. انا قلت لها احنا بنعمل برياني في العيد. هي قال لي امتى؟ لا احنا مش بنعمل، احنا بناكل فسيخ ورنج. خليني معاك. النهارده ما جبتوش طلبات البرياني؟ لا هي قال لي احنا مش هتطبخ في العيد خالص. ما حدش بيطبخ
هطبخ في العيد اصلا. بكره ابقى اعمل برياني عادي، احنا بكره مسافرين، انت هتيجي اسكندريه مش جاي؟ لا انا مش هتيجي اسكندريه بقى خلاص. انت مش عايزه هتيجي الهند؟ انا مش عايزه اروح اسكندريه. لا هو نظام المقايضه ده مش نافع. نرفزنيش وما تستفزنيش يا افضل، ما تستفزنيش عشان اقول لك ولا تصوير ولا فيديو ولا هند ولا سند ولا حاجه خالص، ونقفل كده وروح انت بقى الهند على الهند انك وتجوز واحده هنديه تعمل لك الاكل الهندي اللي انت بتحبه وسيبني في حالي. ايه ده اهي، برافو عليكم انتوا الاثنين ما شاء الله. انا ماشي ودي بستفزنك يعني؟ بعدين مش قلنا نبقى هادين؟ انا هاخد جنيه. طيب ماشي انا هاخد جنيه. بس يا بس بس انا تقعدوا بقى توصلوا الحاله دي تهدوا بقى. انا قلت لها اعمل لي اكل وانت ما بتعملش حاجه خالص اصلا ولا بتساعدني، وطول الوقت لا مش عاجبني. على فكره الحوار ده مش كويس. لا كويس. لا مش كويس عشان انتوا كده بتحاربوا. خلاص انت عايزه حياه معايا ولا لا؟ لا مش افضل الواحد وهو زعلان بيقول كلام وحش. انت بقى بتتكلم مع في الحد وهو شكلك انت مش عايزه اكمل. مش عايزه اكمل. يلا نخلص القصه دي واحنا قاعدين. ايه يا جماعه نهدى يا ياسمين. ايوه بس ايه الخناق ده هيوصل لايه؟ للخراب. انت عايزه اكملي ولا أيوة. هي قال لي مش عايزه اكمل لانها زهقانه وزعلانه. مش عايزه اكمل بالطريقه دي. هو مستفز وشرير وسيء الطباع. ايه ده كله كلمات دول؟ انا مش فاهم اصلا. انت مش فاهم الكلام ده؟ لا هي قصدها ديفيكالت يعني صعب. بصي هي ضربني ازاي دي؟ ما هي بعمل زي دي كل ده مره. ده عدوان، ده ابيوز. مش صح كده يا سيدي. خدي المخده ورصي فيها واضربيها زي ما انت عايزه. ضربي فيها ايوه عيشي حياتك في المخده. معلش هي ها اخبط خلاص كده خالصين. انتوا تحترموني بقى وبطلوا اللي بتعملوه ده. انا مش نازله هنا عشان اشوفكم بتتخانقوا. الجواز مسؤوليه يا ياسمين، انت عارفه كده كويس. وانت يا افضل الجواز مسؤوليه. مسؤوليتنا تبقى اب وتحتوي عيلتك، وهي مسؤوليتها انها برضو تحتوي بيتها وبنتها وجوزها. ماشي انتوا بتساعدوا بعض. انتوا لو هتعملوا كده، انا كنت لما اتخانق مع جوزي زمان هقول لكم برضو على تجربتي. انا مش هعمل بكرهه. بيعمل الوش ده بكرهه. بتكرهي الوش ده مش بتكرهي افضل؟ لا بكرهه افضل. لا انت ما بتكرهيش. لا بكره افضل. لا 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 انا بكرهك. ايوه انا بكرهك اكتر. يلا والله ما انا سايبالك اقول لك الجمله. انت عايزه اكملي في الجواز ولا ايه؟ ولا انا هاخد جنات واروح؟ لا ثانك يو. انت قلت لي كده. ثانك يو. مش عايزه. لا قولي له انا عايزه نكمل بطريقه محترمه افضل. لا خلاص قاضي. لا انت هي كلام وحش قوي. طب عايزه احنا لما تكون انت بتزعقها برضه؟ لا خلاص اقعد بس. تعالى مش عايزك. الهين وما عمل بص خلاص مش عامل لك مش وحش. يمكن عشان رمشه النهارده قالت انت ما كلتش الخرمه، هي اتضايقت اتكلمت معاك بطريقه مش حلوه. احنا بنفهم بقى افضل بعضينا بقى. احنا مش عايزين الخير. هي بتبقى الست لما بتكون زعلانه بتقول كلام بس ما بتبقاش قصدها. لا قصدها. انت اخترت انك تتجوز واحده من بره الهند. ما ينفعش. انا هقعد مع جوز. زهقت منه. روحي طيب. روحي رايحه فين؟ هروح اقعد مع جوز. ليه يعني؟ مش عايزه اكلمني. انت اصلا بترخم عليا. انا زهقت منك بجد. بصي يا ماما. ياسمين خدي فيها يعني. خدي امشي ياسمين امشي. انا هتكلم مع افضل. روحي يلا خلاص ياسمين خلاص. انت بتعمل كده؟ خلاص انت عارفه انا قلت لابوكي خلاص كم مره وهو قال لي خلاص كم مره والنبي اقعد ساكت. خلاص لا يا ماما كان مقلب. عملت لك مقلب. يا ولاد الناس. احنا كان بنصور كل حاجه. هو ده الفيديو. يعني اعمل فيكم ايه دلوقتي؟ لا صراحه هي عملت حلوه قوي على فكره. هي عملت حلوه قوي. انا غلطانه. وانا فاكراك كبار وعماله اكلمك واقول لك يا افضل الزوج والاب والبتنجان. ده انا عاجبني صراحه. ده حلو قوي. مش قرف يعني؟ لا مش قرف. عملنا مقلب اول مره. انا تعمل فين بقى؟
طيب يلا مقلب تاني بقى هنقدر عليه لما اعمله فيه هنعمله مقلب بقى قوي يا ماما. انا استغربت انا بقول البتاع مش وحش قوي للدرجات دي يعني مش للدرجات هو مش شيل خرمة هو ده جوز بنتي هو ده جوز بنتي ده انا جوزته بنتي التاني ده انا مش عارف اشوفه تاني انا ماشي يا جماعه ده كان مقلب عادي جربنا عامل مقلب اول مره هو اول ناس فكروا يعملوا فيها مقلب هو انا الحمد لله يا جماعه وكل سنه وانتم طيبين يلا مع السلامه نشوفكم بقى في المقلب اللي جاي لا بس بجد والله ده مقلب حقيقي والله ما اعرف حاجه اقسم بالله.